مساء الخير، مساء الحب والعطاء، ورمضان كريم. رمضان شهر التسامح والعطاء، ولأن رمضان شهر العطاء فإحنا قررنا إن حلقتنا النهاردة، الحلقة اللي قبل رمضان على طول، تكون في حي الأسمرات. حي الأسمرات مشروع بجد، مشروع عظيم جدا الدولة عملته علشان الناس اللي كانوا ساكنين في مناطق مش مناسبة للحياة الإنسانية، وحطتهم في مكان مبهر وهتتبهروا معايا. وكمان كان في مفاجأة حلوة في المكان، إن مركز السلام الدولي بيوزع أكياس رمضان على الناس. السفير فيليب عجيب والسفير علاء الجرايحي اللي هو منتج برنامجنا، وكمان السفير سعيد آدم، كانوا بيعملوا عمل رائع في الحقيقة. وأنا اتبسطت جدا إن وإحنا بنصور هم كانوا موجودين، وكانت احتفالية جميلة للمكان. تعالوا معانا نروح نشوف حي الأسمرات ده، الناس اللي فيه عايشة إزاي، مدارسهم، الملاعب اللي بيلعبوا فيها رياضة، المركز الثقافي، النشاطات الفنية، كل حاجة، كل حاجة حلوة بجد. أنا مبسوطة جدا إن أنا رحت هناك، وعايزاكم أنتوا كمان تشوفوا وتسعدوا باللي الدولة عملته للناس دي. وشكر خاص جدا للواء حسن الغندور اللي هو رئيس حي الأسمرات، لأنه بيعامل الناس بشكل إنساني رائع. يلا بينا على هنا. النبيل، قول لي ايه احساسك واحنا موجودين في الملاعب بتاعتكم الحلوه الجميله؟ طيب الاول الحمد لله على السلامه، واهلا وسهلا بيكم، واحنا سعداء جدا 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 ان كل مصر كده تبقى مهتميه، وخصوصا حضرتك، يعني ربنا يخليك لينا. انا نمره واحد عايز اقولها ان دول بقى ابناء الاسمرات، الحلم الكبير اللي هم كانوا المفروض في العشوائيات ما بيمارسوش اي شيء، اي نشاط، بيخافوا ينزلوا من بيوتهم، لكن الحمد لله دلوقتي هم بقوا بيمارسوا في الانشطه الجميله دي كده، وكل الدعم ليهم. انا فرحانه بالاطفال الجميله والشباب الجميل ده، وهم دول اولاد مصر زيكم. والله انا شايفه انهم شكلهم بيشرح وحلو ولبسهم جميل وسعداء ومبسوطين. والمكان هنا في الحقيقه احلى حاجه فيه ان هم بيراعوا الجانب الانساني، يعني فعلا الريس مراعي الجانب الانساني لكل طفل ولكل بني ادم هنا. حياه كريمه، احلى مباني، احلى نادي، احلى استاد، كل حاجة حلوة جدا، ومستواها كأني داخلة كومباوند في شرم الشيخ مثلا. بجد ربنا يخلي كل حد في الدولة دي بيساعد ولاد بلدها. تحيا مصر. معلش احنا فاجئناكم، سلام عليكم. ازيك يا حاجة؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ بنتك اللي دخلت جوه؟ عاملين ايه؟ مبسوطين هنا؟ برافو عليكي محمية، خليكي خليكي، بس برافو، كلية حقوق تمام. انتوا بتفطروا متأخر كده ليه؟ ده احنا بنصحى من 6 الصبح. احنا بنمشي لما نصلي الفجر، وبعدين بنقوم بقى لما الساعة 12 الظهر نصلي، وبعدين نجيب فطارنا ونقعد نفطر. طب ما تنام بدري وتسعى الفجر وتكمل يومك. محل الاسمرات ما حدش بينام فيها بدري، 24 ساعة الناس صاحية. انت مبسوط في الاسمرات؟ طبعا 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 طبعا، نقلة حضرة الرئيس كرمه الله. فالراجل يعني أنا نقلة من اموات لاحياء. لا يعني ما تقولش اموات ليه، انت جمال، بس طبعا النقله جميله وحلوه، والشقه حلوه، وكل الاسمرات حلوه بيكوا والله. الله يخليك، الله يخليك، الاسمرات كلها جميله، وهوا جميل، وراحه وهدوء وبال وكل حاجه.
الحضانة اللي احنا داخلينها على أعلى مستوى، حلوة جدا. مبسوطين يا ولاد هنا؟ قوي؟ عايزة تطلعي ايه لما تكبري؟ رسام اكيد، ولا مهندسة ديكور؟ لا رسام. ان شاء الله هتبقي اجمل رسامة. ايه ده ايه ده، ايه الحاجات الحلوة الصغنطوطة دي يا روحي؟ ده انت اللي رسماها ولا حد رسمهولك؟ لا بقى انا رسمتها. لوحدك؟ بس هي هايله دي، بترسم حلو جدا. معانا بره ان هي بترسم، لا ده بجد، استني كده شويه. استني هترسمي، بس لازم نشوف الرسم ده. ده بجد هايله. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ همس. همس عندنا المظبوطين، فنانه همس. وريني بقى الحلاوه. الله، حلوة قوي اللي انت رسمية ده. انا اسمي روان سيد احمد. روان سيد احمد، احلى روان، ربنا يخليك. انت بتحبي اللون الاحمر جدا؟ اصل انا شايفه ايه، الاحمر هو المسيطر. اصل انا هو اللون المفضل عندي، اللون الاحمر. اه اهلاويه ولا ايه؟ اه. تحبي الكره؟ تحبي مين في الاهلي؟ آه، علي معلول. يا ولد، عارفة اللعيبة كمان. شعر، بتقول شعر؟ قولي شعر. أنا مصرية، اسمي واحد من ألوف، كلنا نفس الظروف، اسمي يكفي إني مصري، نيلها جوه دمي يسري، فجأة جه حب الديابة، وشهم غل وكآبة، وبسفالة وبندالة سيحوا دم الغلابة، داري يما الدمع داري، واكتمي جواكي ناري، اوعي يما يدفنوني قبل ما ياخدوا بطاري. الله، دلوقتي احنا مركز السلام الدولي عامل اكياس رمضان، واحنا مع فريق التطوع اللي هيوزع على الاسر وهيروح لحد عنده. فانا بصور فريق التطوع اللي هيعمل الخدمه الانسانيه الجميله دي. قولوا لي بقى احساسكم ايه كده وانتوا يعني بتخدموا الناس وبتودوا لهم حاجات حلوه؟ سعداء يعني بالحاجات؟ لا طبعا، اكيد طبعا مبسوطين وفرحانين. انتوا دايما بتعملوا حاجات كده؟ ايوه، من ساعه ما جينا المدينه هنا وكل تطوعاتنا للمدينه كلها هنا، كل حاجه بتيجي المدينه احنا موصله لايه، لاهالينا الحمد لله. يعني ده فريق تطوع، ده جزء بس من الفريق. طب بتتطوعوا في ايه تاني غير ان انتوا لو في حاجات بتوزعوها على الاهالي؟ احنا انا كياسمين اسمه ميسره، فبعدل سلوك. يعني احنا لو في بنشارك في النوادي بنساعد الاطفال ان هم يتعدلوا سلوكهم، بحيث المكان اللي احنا جينا فيه ده بنثبت للناس ان احنا مش ناس عشوائيه، لا احنا بقينا بنتغير، مش المكان بس، لا احنا كمان اللي اتغيرنا. انتوا فل، انتوا احلى ناس. في حي الأسمرات قابلنا السفير فيليب عجيب، وهو بيعمل خير، وهو جاي هنا علشان يوزعوا هو والسفراء شنط رمضان. أحلى حاجة، أحلى حاجة إن احنا نحس بالناس، مش بس يبقى عندنا تايتل، لا كمان نبقى بالتايتل ده أو باللقب اللي عندنا ده، اللقب اللي في مقابل الخدمة الإنسانية، إن احنا فعلا نخدم الناس. إزيك؟ منور الأسمرات كلها. اشكرك، ده نور حضرتك. قول لي بقى، انا عارفه ان انت عامل حمله، الحمله دي اسمها ايه؟ دي حمله ارسم بهجه من بعض فعاليات مركز السلام، وبصراحه الفضل يرجع كمان لمجلس اداره مركز السلام طبعا، بقول لهم حضرتك. ايوه حضرتك طبعا، كنت الحمله ارسم بهجه الاضحى ورمضان ومستشفى والمستشفيات والبطاطين، كل وبريش وكل حاجه. يعني معناها ان انت كمركز سلام الحكايه مش بس ان احنا
يعني بناخد لقب او حاجه، لا ان فعلا لازم ننزل ميدانيا ونخدم الناس. ده اكيد طبعا، لان سفراء السلام هم الدبلوماسيه الموازيه لمساعده الحكومات. لا تاني الجمله دي عشان صعبه شويه. سفراء السلام هم الدبلوماسيه الموازيه لمساعده الحكومات. بالظبط، يعني الجبهة الأخرى أو الجبهة الداخلية اللي بتساعد الشعوب، مش كل حاجة الحكومة لازم تعملها، احنا كمان لازم نساعد كل الناس. قول كلمة كده بعد ما شفت حي الأسمرات بجماله ده. لا ما كنتش متخيل، ما كنتش متخيل من عشوائيات للنهاردة مواطن بفضل رئيس في حياة كريمة. بالظبط، والجانب الانساني اكتر حاجه. سعدنا جدا بيك وميرسي للقاء ده، ويا رب دايما في عمل الخير نتقابل. انا اللي بشكرك وبشكر اداره البرنامج جدا جدا جدا. رجل الاعمال الدكتور السفير علاء الجريشي، اتفضل. استكمالا لجولتنا النهارده قابلنا سفير جديد ايضا من سفراء السلام. السفير ده هو راعي برنامج حاجه حلوه على فكره، شركه ماجيك فارما، الدكتور علاء الجرايحي. وجاي يعمل خير، وده المهم. مش مهم تبقى سفير، المهم انت بتعمل ايه باللقب ده، بتقدم للناس ايه. لو كل واحد تكفل بواحد بس في مصر مش هيبقى عندنا اي حد محتاج اي حاجه. اهلا وسهلا، نقول لك سياده السفير علاء الجرايحي ولا نقول لك دكتور علاء الجرايحي؟ اي حاجه منك كويسه طبعا. انت منورنا النهارده، وقول الجانب الانساني اللي انت لمسته بقى في المكان. يعني الناس اتكلمت على انبهار بالمشروع وكل الكلام ده، عايز اسمع من حضرتك الجانب الانساني اللي انت شفته، لان انا بهتم بالجوانب الانسانيه وعارفه ان حضرتك بتهتم بالجانب ده جدا. والله انا بالنسبه لي المشروع ده كله كان حاجه في قمه الابهار بالنسبه لي، يعني حاجه ابهرتني وادتني طاقه ايجابيه غير عاديه. يعني ساعات كتير احنا ما بنكون في الحياه وشايفين حاجات حوالينا ما بنبقاش حاسين بالحاجات الكويسه قوي. اول ما جيت الاسمرات وشفت الاسر اللي موجوده، اللي هي كانت ساكنه في الدويقه وابو زعبل واسطبل عنتر والحاجات دي، وازاي اتحولوا للشكل ده وللحياه دي، دي حاجه في حد ذاتها يعني انا شايفها انجاز. يعني حاجه فعلا تطور من البني ادم، تخليه بشكل تاني خالص. ده اهم من اي حاجه. كمان ما شاء الله معمول لهم مباني وملاعب وخدمات كويسه جدا. يعني لو الفرد العادي حب يعمل يصرف على الخدمات دي هيدفع فلوس كتير قوي. يعني ما نشوف موضوع المركز الطبي ان هو يدفع 10 جنيه ولا جنيه ونص، جنيه صح، جنيه عشان يعمل كشف. ده لو اي حد راح في مكان تاني هيدفع ارقام تانية. فده معناها ان الدوله بتدعمهم، بتقف معاهم، بتساندهم، بتقف مع المواطن العادي عشان خاطر تخليه يحبو يعني نحو الحياه كده، تخليه يتفائل، يعيش حياه كريمه، يعيش حياه كويسه. دي اكتر حاجه شدتني بصراحه. وما شفت الاولاد في الملاعب، لا شكلهم جميل جدا، ملاعب جميله جدا. يعني كان الكومباوند ده، لو يعني انا تخيلت كاني داخل كومباوند، معلش الشقه فيه بمليون جنيه ولا حاجه، هم واخدينها بحاجات بسيطه زي بايجار 300 جنيه في الشهر بالظبط. فلا لا مشروع بصراحه، يعني انا مش بقول كده عشان حاجه، انا فعلا يعني اتبسطت جدا 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 لما شفت الموضوع. فعلا مشروع تحفه، يعني انا نفسي اخد شقه واقعد معاهم هنا. طيب عايزه اقول لك حاجه، يعني غالبا لما حد او دوله بتعمل مشاريع بتبقى المساكن الشعبيه يعني باقل الامكانيات، لكن المكان هنا وهو معمول فيه غساله وشاشه تلفزيون ومطبخ، يعني فرشين لهم الحاجه كلها. هل ده ما يديلكش احساس ان الدوله حاسه بالمواطن جدا، عايزه تعيشه في احلى مستوى بقدر الامكان؟ طبعا، يعني اللي احنا شفناه اما قعدنا مع حسن بيه الغندور رئيس حي الاسمرات،
وضح ان هم مع المواطنين، حتى احنا شفناه في المعامله عاديه مع الناس، عارفهم كلهم يعني، وهو ماشي قاعد بيسلم عليهم كلهم، عارفهم واحد واحد وعارف الناس باسمائها. وده كويس لما يكون عندك 13,000 شقه عاملاهم لاسكان المواطنين اللي هم على قدهم، حالهم على القد قوي، فده وظروفهم كانت انهم عايشين في حتت يعني غير صالحه، ولازم ينتقلوا ابسط حقوق الانسان لبيت بالظبط، وبيت كمان مراعى فيه كل حاجه يعني يعني هنقول كشكل، وده بيأثر عليه. اللي بيعيش في جمال بيبقى جميل، اللي بيعيش في قبح طبعا بيتأثر بيه ويبقى حاجه تانية، وبيبقى قنبله موقوته. بالظبط، هم النهارده بالعكس هم موجودين في مكان كويس، بيترعوا كويس جدا، رئيس الحي بتاعهم راجل محترم جدا، الدوله كلهم بترعيهم. اعتقد ان هم في يوم من الايام هيبقوا حاجه كويسه، زي ما ورونا اللعيبه اللي هي البنات اللي بتلعب كوره واللي بيلعبوا. بالظبط كده، دول هيبقوا ايه؟ دول هيبقوا ابطال يعني، بدل ما كانوا ممكن في يوم من الايام يبقوا قنبله زي ما حضرتك قلتي موقوته، لا النهارده هم ممكن يبقوا ابطال، يبقوا مفيدين كلهم للمجتمع. بس هي دي الفكره. اتمنى طبعا مشروع الاسمرات ده يتكرر، ان يبقى في مشروع تاني وتالت زيه، بحيث ان احنا ننقل كل الاحياء العشوائيه وننقل كل المناطق العشوائيه لحاجه زي كده، بحيث ان المجتمع بتاعنا كله يتقدم، وهو مش هيتقدم غير بدعم الدوله ليه. بس شكرا، وبدعم رجال الاعمال، وبدعم كل المواطنين، كل واحد يقدر يعمل اي حاجه يعملها حتى لو بسيطه. البسيط عندك ممكن يبقى كبير جدا عند الاخرين. بشكرك سعاده السفير الدكتور علاء الجرايحي، نورت. شكرا لي. ودلوقتي معانا سفير جديد من سفراء السلام، وفي الحقيقة زي ما بيقولوا انه البداية فيها براعة استهلال. ما بقالوش كم يوم سفير سلام وبيشارك في عمل الخير لحي الأسمرات، الأستاذ المحترم جدا الأستاذ سعيد. ازاي؟ اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ انا اتشرف حضرتك النهارده والله. قولي احساسك ايه وانت في المكان ده؟ بصراحة انا ما كنتش متخيل، انا جالي حالة ذهول من اللي انا شفته، يعني حاجة مجهود مشرف جدا من السيد الرئيس والقائمين على العمل، يعني حاجة مشرفة جدا جدا جدا. الناس نقلة نوعية مختلفة تماما، من حياة لحياة، من حياة لحياة كريمة، حياة يعني فيها أدمية، فيها روح الناس، في يعني بصراحة أنا يعني مبسوط جدا جدا من اللي انا شايفه والله. وطبعا احنا استكمالا لحمله ارسم بهجه جايين متطوعين مع اخواتنا وحبايبنا، ان احنا حاجه بسيطه بس ندخل عليهم فرحه مشاركه وجدانيه، ان احنا نحاول نعمل اي حاجه كده اجتماعيه. كاحنا كسفراء للنوايا الحسنه بنتشرف، سفراء سلام كمان طبعا، سفراء سلام، والعمل بتاعنا ده مش على مستوى مصر بس، على مستوى ان شاء الله الخارج برضو، يعني في ان شاء الله باذن الله هنروح برضو اماكن تانية، مخيمات حاجات كده يعني. بس نبتدي بمصر، يعني نبتدي بمصر بكل حتة، وقرى مصر والصعيد وفي كل حتة في مصر. طبعا طبعا، احنا حضرتك برضو لسه ان شاء الله باذن الله الفترة الجاية برضو مركز السلام الدولي برضو هينظم برضو مسيرات وقوافل وفي كل نجوع مصر من شرقها لغربها إن شاء الله. من اسكندرية والبحيرة، أخصائي العلاج الطبيعي وعلاج السمنة، وطبعا السمنة دي أهم حاجة يعني بنحبها وبنبقى عايزين نعرف كل الحلول لعلاج السمنة إيه. معانا الدكتور أحمد الزعيتي، منورنا. أهلا بك يا فنان، أنا والله اتشرفت جدا بوجودي معاكم، وبرنامج حاجة حلوة، ومع حضرتك طبعا يعني شخصية من الناس الجميلة جدا، وإن شاء الله تكون حلقة تعجب الناس بإذن الله. إن شاء الله. قولي بقى رمضان ازاي نخس بدل ما نتخن؟ والله يا فندم هو رمضان سلاح ذو حدين. يعني لو انا التزمت في الفتره بتاعه الصيام اللي هم 16 او 17 ساعه في اليوم، والسبع ساعات اللي ما بين الفطار والسحور كان في كنترول،
الكنترول ده يعني بنلهي نفسي في الصلاة مثلا، في العبادة، في قراءة القرآن، أو لو كان عندي شغل، أو لو أنا ست بيت بعمل شغل بيتي أو بذاكر لأولادي، بحاول يعني أخلي ذهني بعيد خالص عن المنظومة اللي فيها أكل. بنجح وبجيب نتائج عالية جدا، ممكن أجيب أكتر من 10 كيلو في الشهر. بس ده عايز تدريب عالي قوي إن أنت تحول، لأن الناس دايما لما مش قادرة تاكل فبيبقى بيقعدوا يفكروا في الأكل. الإرادة بقى اللي عايز حاجة بيوصل لها. السلاح الثاني ان انا بقى بعد المغرب بضرب بقى، باكل حلويات وباكل كنافه وباكل قطايف، باكل بعمل كل حاجه غلط، فطبعا النتيجه بتبقى وحشه جدا، والشخص بيزيد جدا في رمضان لو ما اهتمش بالنقط دي. احنا عندنا حاجتين ممكن نتفادى بيهم الجوع والعطش. بالنسبه ازاي نتفادى العطش، لازم يكون في السحور بتاعي يكون فيه بوتاسيوم. البوتاسيوم ده هو اللي بيعادل الصوديوم في جسمنا، فبيقلل الرغبه في الاحتياج لشرب الماء اثناء النهار. في كام حاجه كده لو عملناهم في السحور بتقلل الرغبه دي، زي ان انا يكون في السحور لبن او زبادي او تمر او موز او خيار. لو في حاجه من دول موجوده في وجبه السحور بتاعتنا بنسبه كبيره جدا، انا تاني يوم الرغبه في شرب الميه بتكون قليله، ودي اخطر حاجه ان الانسان بيبقى طول الوقت عايز يشرب ميه. النقطه الثانيه ازاي اقلل الرغبه في الاكل في النهار. حجم المعده زي البالونه، لو انا عطيت كميه اكل كبيره في وجبه السحور بعدها باربع او خمس ساعات اوتوماتيك هبقى محتاج وجبه كبيره زيها تاني يوم. فلو كميه السحور كانت قليله حجم المعده نفسه بيكون اتعود على الكميه القليله دي، فتاني يوم هيبقى رغبتي في الاكل على قد الكميه اللي انا خدتها. بمعنى مثلا انا اتسحرت زبادي وموز، زبادي وفاكهه، اتسحرت مثلا قطعه جبنه مع عيش، اتسحرت سلطات مع 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 فاكهه، كميه الاكل اللي بتدخل معدتي على قد امتصاصها وهضمها بيكون تاني يوم احتياجي لكميه الاكل نفس الكميه. بعد كم ساعه؟ بعد اربع او خمس ساعات. بس احنا متعودين في السحور فول وبيض مسلوق وزبادي برضو وشاي. ده اللي بيعمل مشكله كبيره. بقى انا لو انا اكلت، بيقول لك الفول برضو يعني بيملى المعده. خاطئ يا فندم، احنا انا مش جمل، انا مش بخزن الاكل تاني يوم. انت لو كلتي محشي، كلتي حلويات، كلتي فول، كلتي 20 رغيف في السحور، بعدها بثلاث اربع ساعات هتحتاجي نفس الوجبه تاني يوم الصبح. فبالتالي جربي كده حضرتك تتعشي مثلا فاكهه وزبادي، تاني يوم مش هتجوعي. جربي كده يوم تتعشي وجبه دسمه جدا، مسقعه، فول، بيض، كميه عيش كبيره، تاني يوم بعدها بثلاث اربع ساعات هتلاقي نفسك ميته من الجوع. طب الرياضه يعني اكل ونلعب رياضه، الرياضه في رمضان في مواعيد. الرياضه في اي وقت اثناء اليوم ان شاء الله بنستفيد بيها، لكن في معادين كده لو اهتمينا بيهم بالرياضه بتكون نتائج حلوه جدا. الساعه اللي قبل المغرب والساعه اللي بعد صلاه الفجر، الساعتين دول معدلات الحرق فيهم بتكون عاليه جدا. وانا طبعا بنصح الناس، هل لو كنت انا مشترك في جيم او كنت بتمشى، من احنا في اسكندريه مثلا بنتمشى على البحر او في اي مكان، او لو انا ست بيت مش بخرج من البيت، ممكن اعمل ايروبكس، اعمل زومبا، اعمل نط حبل، اعمل تمرينات بط. الساعه اللي قبل المغرب والساعه اللي بعد الفجر بيكون معدلات الحرق فيها عاليه جدا، والانسان بيستفيد قوي بالساعتين دول في معدلات الحرق فبتفيده. الالتزام بتعليمات الاكل في النقطه دي بتجيب نتائج حلوه جدا. كمان في طريقة أنا ممكن أحافظ بيها على أن أنا ما أكلش كتير في وقت الفطار. أن أنا أبدأ الفطار بشكل مظبوط، أن أنا أبدأ بسلطات، أبدأ بشوربة، إذا كان شوربة فراخ أو شوربة لحمة بحط عليها ليمون، بشيل الدهون اللي موجودة فيها. مية سخنة. أنا بقدر أحاول أقسم الوجبة كده، أبدأ بقطعة اللحمة أو الفراخ أو السمك، بعدها ببدأ بكمية النشويات وبحدد الكمية اللي أنا هاكلها، ما سيبش الموضوع بشكل عشوائي، لأن أنا معدتي كل ما بديها بتاخد معاها عادي. ما سيبش الامور ماشيه بشكل عشوائي، لازم انظم اليوم بتاعي وانظم الوجبه بتاعتي بشكل كويس، واحاول الفتره دي يعني ابعد خالص ذهني عن نقطه الاكل. احنا في فيديو هيعرضوه دلوقتي لحضرتك، حاجات صور الحالات اهي قبل وبعد، بيفور اند افتر. ده ايه الرشاقه دي؟ ما شاء الله. والله يا فندم ده كان حد كان 150 كيلو، هو معايا في عياده رشيد اسمه استاذ احمد سعد. ده كان معايا في عياده رشيد، كان 150 كيلو، حاليا وزنه 92 كيلو. وده بالرجيم بالاكل بس ولا الحاجات اللي بالمنظومه دي بتشمل نظام الاكل، ازاي نفطر، ازاي نتغدى، ازاي نتعشى في رمضان، ازاي نفطر، ازاي نتسحر، في مواعيد للرياضه ومواعيد للمشي. ده استاذ محمد، ده برده كان 160 ووصل معايا ل 85 كيلو. ما شاء الله، ده 60 كيلو. طبعا كان يعني جايب برضو نتيجه هايله. لا القصه مش علاج، لان في ناس يا فندم بتسالك اديني وصفه خس بيها. فكل الناس رابطه نفسها، لو انا شربت ميه بليمون هخس، طيب ما قبل الميه بليمون عملت ايه وبعدها عملت ايه، كلت ايه، كلت حلويات قبلها مثلا. هو الرجيم مش معلومه بتاخديها وخلاص، او برشام بتاخديه وخلاص. منظومه كامله، تنظيم للموضوع، لازم اروح لدكتور، لازم ابقى مثبته حاجات، ثلاث حاجات يكونوا موجودين. دكتور واحد ومعلومه واحده وميزان واحد،
لكن ابقى مشتت واخد معلومه من صاحبتي ومعلومه من الصيدلي اللي جنبي ومعلومه من الدكتور اللي اعرفه ومعلومه من جارتي، ده اللي بيعمل خلل. اي حد نجح عمل المنظومه كامله، ماشي على تعليمات، تابع مع دكتور، اخد العلاج بالنصيحه، اخد العلاج من مصدر موثوق منه، حافظ على الرياضه بتاعته. ممكن نستخدم كمان وسائل مساعده زي الاجهزه اللي بنستخدمها في تقنيات عاليه زي الكرايو، ده مثلا علاج بتجميد وتبريد الخلايا الدهنيه جايب نتائج عاليه جدا في الخلايا الدهنيه الموضعيه. في تقنيه زي الكافيتيشن، ده جهاز موجات صوتيه بيعمل تكسير الخلايا الدهنيه والحبوب وفي ادويه بس المهم عباره عن ايه؟ يعني في مواد امنه جدا زي ماده الكروميوم وماده الشيتوزان، دي مواد امنه جدا، مش هقول طبعا اسامي بس دي المواد الفعاله. في ماده زي الجارسينيا، دي مواد امنه جدا. في الجرين تي والجرين كوفي، دي مواد امنه. طب لو حد بقى ملتزم بكل الحاجات اللي حضرتك بتقولها مستحيل ما ينجحش. ممكن يخس قد ايه في رمضان كده عشان رمضان يشجع الناس؟ ممكن يعدي 10 كيلو، لو بيبدا ممكن يجيب 12 كيلو او اكتر، لو بيكمل ممكن يجيب 5 او 6 او 7 كيلو، ودول بيفرقوا جدا معاه في الشكل وفي النفس وفي الهيئه وفي كل حاجه. رمضان فرصه حلوه جدا، لان عدد ساعات الصيام دي بتفرق جدا معانا، ومش بتكلم على عدد ساعات الصيام ان انت بقى من المغرب للسحور تبدا تعوض، انت مش جمل، انت شخص انسان محتاج. بس برضو الامر يعني ما يسلمش ان الواحد يبقى نفسه ياكل حاجه فيها سكريات. ايوه هياكل بس كل قد ايه؟ كل يوم يعني ايه اللي مسموح لنا في اليوم؟ هو احنا لو بنفكر ان انا حد عندي بحب الحاجات اللي فيها سكريات، انا ممكن اكل ابدل السكر بالفاكهه، انا ممكن اكل تفاح، ممكن لا عايز ياكل يبقى ياكل مره مرتين في الاسبوع، وكميه ترضيني دي مش لازم انا اخلص الكميه اللي قدامي كلها. انا ما عنديش بديل ان انا لازم تاكل، انت هتاكل كنافه، هتاكل قطايف، بس بدل ما بتاكل الطبق كله طب تاكل قطعه معايا، بدل ما بتاكل كل يعني يوم ما هو يعني ده فصال كده حضرتك بتفصل. انا مش طب والمشروبات بقى غير الحاجات في المشروبات كلها، عارف حضرتك في رمضان بيبقى في مشروبات كتير. لو اتكلمنا عن مشروبات دافيه، شاي، قهوه، نعناع، ينسون، قرفه، جنزبيل، كل الحاجات دي بتزود معدلات الحرق والناس بتحبها. شاي، قهوه، نعناع، ينسون، قرفه، جنزبيل، دي كلها حاجات بتزود الحرق ومفيده جدا، والناس ممكن تكون بتتقبلها. طب والساعه الكركديه الحاجات دي بقى اهم حاجه فيها، مفيش حاجه ممنوعه كمية السكر اللي موجودة فيها. يعني لو هعمل في البيت المشروبات، هعمل مثلا ليمون، هعمل برتقان، هعمل جوافة، هعمل كركديه، هعمل أي مشروب بعمله يا إما هعمله في البيت أو لو هجيبه جاهز. وممكن المشروبات دي يعني تعوضنا عن لو إحنا بنحب السكريات عن الحاجات الحلوة. والحوار مع حضرتك كان حاجة حلوة قوي النهاردة، وسعيدنا بيه وشرفتنا من اسكندرية والبحيرة. الحلقة دي من الحلقات اللي أنا يعني بعتز بيها جدا، وما تقلقيش كل الناس هتشوفها الفترة الجاية، لأن فعلا مبسوط خالص أن كنت موجود معاكي. ولسانة حضرتك طيبة ورمضان كريم علينا كلنا، وان شاء الله الجايه احلى في حاجه حلوه مع حضرتك ان شاء الله، وبالتوفيق والنجاح ويجي لك زباين الدنيا كلها عشان يخسوا. موجود حضرتك يا فندم. خلصنا فقره الجمال وهنروح للفقره الثانيه. خبير الجمال، خبير جمال المرأة بشعرها، وبيقولوا تاج المرأة شعرها، الأستاذ خضر المصري، أهلا بيك منورنا. أهلا بيك، نورك وسنة نورك. قولي بقى، بتطلع موضات كده شوية الشعر الطويل وشوية الشعر القصير، أنت إيه رأيك؟ والله والفترة الأخيرة الشعر القصير هو موضة، بس هو الموضوع كله بيرجع لوش الكلاينت نفسها. يعني الوش الطويل بيبقى ليه قصة معينة، الوش المدور بقى ليه قصة، وش المثلث بقى ليه قصة. أنا وش المريح خالص في القصات عموما، يعني يقول لك دي بيليق عليها الشعر الطويل والقصير المدور، وش مدور. المدور معظم القصات بتليق على الوش المدور أكتر. طيب بالنسبة للألوان الشعر، هل ألوان الشعر دي بتليق على بشرة معينة؟ هل كل بشرة لها لون بيبقى أحلى، ولا يعني اي حد عايز اي حاجه يعمل؟ لا 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 طبعا، هو طبعا البشره البيضه الفاتحه بيبقى لها الوان معينه، الاشقرات والدرجات الفواتح، البشره الخمريه بيبقى لها درجات برضو ما تبقاش فاتحه قوي عشان ما نغمقش البشره يعني. البشره برضو الغامقه جدا برضو بيبقى لها درجات هاديه، بحيث ان هي برضو تبان طبيعيه، ما تبانش ان وشها غامق اكتر. في فيديو لك الوان الشعر هنشوفه. دي جت قبل كده، كانت عامله لون قبل كده وشعرها طبعا كان متدمر جدا، روابط شعرها متكسره وما كانش فيه حل خالص غير ان هو بس تحفه اللي انت عامله ده، يجنن، والقصه واللون. فطبعا هي وشها لايق عليه القصه جدا واللون ماشي مع بشرتها. ده كاب كاري بس مدرج شويه. حلو.
فهي الفكره كلها ان شعرها لما كان جاي لي اساسا زي ما انت شايفه كان متدمر وموف ما كانش ينفع معاه اي علاج، عامله بانك بالظبط، اللي هو كمان اللون صعب جدا ان هو يطلع من الشعر وفي نفس الوقت شعرها متدمره يعني. بس ما شاء الله عملت لها شعرها حلو قوي. طب اقول لك، لو جات لك واحده نسبه الشعر الابيض كتيره فيها تمام، فدي بتحل لها المشكله دي ازاي؟ هو علاج الشعر الابيض صبغه يعني محله، هو طبعا في علاج تاني، بس ساعات ممكن يبقوا اطفال صغيرين يعني. انا في بنت واحده صاحبتي من وهي عندها 12 سنه حبيبتي شعرها ضرب ابيض تمام. هو في علاج ضعف الخلايا الصبغيه بس ده طبعا الافكت بتاعه مش قوي وما بيظهرش غير بعد فتره كبيره جدا تبدا تحس بان العلاج، بس برضه حتى مش هيوصل العلاج بنسبه 100%، هو هيطفي شويه الشعرية البيضه هيطفيها شويه بس لكن هو العلاج الامثل ان هو يتصبغ يعني. يعني انت لو حد جه وعنده نسبه كبيره من الشعر الابيض بيتصبغ بس، هل له مراحل في الصبغه؟ هو على حسب كمية الشعر الأبيض في يعني لو الشعر الأبيض مثلا بنسبة 50% بيبقى ليه تكنيكال معين، إن هو مثلا ندير الشعر، نخلي الشعر نفسه درجته فاتحة وكل حاجة بس يبقى داخل فيه لايتس بسيط. أما بالشعر لو مثلا بنسبة 100% أبيض ده بيحتاج إن هو يتوحد لون الأول هي كده وبعدين بيتصبغ عشان يمسك. دايما بيقولوا ان في لون بيبقى متسيد وهو الموضه السنه دي، السنه دي ايه بقى الموضه في الالوان؟ الاش براون. مفيش لون تاني معاه؟ في طبعا اش براون، في روز جولد، وفي طبعا الجراي، طبعا اللون الجراي بقى عليه برضه طلب كتير، بس هو الموضه دلوقتي الاش براون وروز جولد. طيب هو بس في موضات في الالوان بتبقى ولا في تسريحات العرايس كمان؟ لا، وفي تسريحات العرايس طبعا. تسريحات العرايس انا متهيألي في صور حضرتك جايبها اهي، صور اهي، دي عروسه؟ دي كانت كده شوفها اللي عامله دي الحصان. دي الحصان ومن جنب تفيره. من جنب تفيره اهي. وده سايب، وده برضه تسريحه سايب من ورا، ويفي بسيط من الاطراف. لها اسم ويفي ده الويفي. ودي برضه تسريحه شعر سايب برضه. الله حلوه الموضه السايب، دي عامله زي ملكات الجمال زي القمر ما شاء الله. الموضه السايب اكتر من الملموم من الشعر. الموضه حتى في العرايس، في العرايس يعني العرايس ساعات يبقى الموضه الملموم، بس السنه دي الشعر السايب. بس برضو في الاخر، برضو في الاول في الاخر موضوع تسريحات الشعر بيرجع لوش الكلاينت نفسها. الفستان. طب ما فيش عروسه جت قالت لك لا انا مش عايزه الشعر كده، انا عايزه كذا بس وهو مش حلو عليها، وانت عايز تعمل لها موديل معين؟ لا، بقنعها طبعا بالموديل اللي يناسبها ويناسب وشها، ولو مثلا هي اختارت حاجه هي فعلا هتناسبها فبعملها لها. بتعمل لهم ايه غير العروسه؟ هل بس الشعر ولا عندك حاجات تانية في السنتر بتاعك؟ لا، هو مش بس بقتصر عن الشعر، هو عندي سكين كير، عندي ميك اب، عندي طبعا هير تريتمنت، اي شيء يخص الشعر موجود في السنتر. وانت شغلك بس في المنصوره ولا عندك فروع مثلا في حته تانية، او انت شخصيا بتنتقل من المنصوره للقاهره اسكندريه؟ لا، هو انا ما عنديش غير فرع واحد بس في المنصوره بس. انا طبعا بطلع شغل او دور القاهره واسكندريه مش بس المنصوره. طيب جات لك واحدة عملت لون شعر، هل في طرق معينة للمحافظة على لون الشعر؟ طبعا. المفروض ان هي في مجموعة افتر كير بعد الهير كولر. ايه يعني ايه الحاجات يعني؟ قول كده عشان المشاهدين كلهم يفهموا. ان هي لازم تستخدم الشامبو الخاص باللون نفسه، لما ما تستخدمش اي شامبو تاني يكون فيه سوليفات. والله يعني هو كل لون شعر له شامبو معين؟ طبعا عشان تحافظ على اللون، لكن اي شامبو تاني غير الشامبو اللي تابع للون نفسه بيبقى فيه سلفات او كلام من ده بينزل وبيأثر على اللون، لان اللون بيبقى مش لون اساسي، بيبقى لون اضافي. فثباته بيبقى مش قوي، فعشان نحافظ عليه لازم ناخد مجموعة الافتر كير عشان نقدر نحافظ على اللون. بتبقى عبارة عن شامبو وكونديشنر وبلسم. طب حمامات الزيت
هل هي فعلا بتقوي الشعر ويعني وتعمل وتقوي البصيلات بتاعت الشعر وتطول الشعر وتقوله؟ هي حمامات الزيت طبعا كويسه، بس في حاجات تانية اقوى منها، يعني اقوى منها الهير تريتمنت. وتيجي العميله بتعمل جلسه تريتمنت تقوي روابط الشعر، وبتضيف روابط اضافيه كمان للشعر بحيث ان هو مبقاش هايش مبقاش مقصف. فالموضوع حتى لو هتعمل مثلا كمان جلسه كل شهر فالموضوع هيبقى مفيد جدا ليها. يعني الشعر ده لازم يا جماعه نعمله برفق جدا. طبعاً. ونحافظ عليه. ولقائنا معاك كان جميل جدا واسعدتنا يا استاذ خضر، وان شاء الله يا رب تعمل حاجات حلوه لكل عرايس مصر في كل المدن والقرى. نشكرك ونورتنا. ودلوقتي على الفقره ضيفتنا الجميله غدا ناجي، فتحتي نفسنا وايه الروايح الحلوه دي. ميرسي جدا جدا. انا مبسوطه والله ان انت معانا. قولي لي في حاجه كده سمعتها 100 ديجريز، اللي هو ايه بقى الموضوع ده؟ 100 ديجريز احنا بدانا الفكره بتاعت المطعم حضرتك، اي حاجه بناكلها او بنشربها بتبدا من درجه غليان الميه. قهوه، شاي، بنسلق مكرونه، بنعمل رز، فهي بتبدا بدرجه غليان الميه. فاحنا حبينا ان احنا نعمل الاسم على اسم درجه غليان الميه، وحبينا نعمل مكان مريح للناس بحيث انهم يسمعوا موسيقى هاديه، يقعدوا في مكان الفيو بتاعه حلو. ما انا شايفه كمانجا، حد بيلعب كمانجا. طبعا يعني بتجيب لهم شو مزيكا. بنعمل لهم ايفنتات طبعا. قبل الكورونا كنا بنعمل ايفنتات كتيره جدا. فحاولنا نعمل مكان يحسوا انهم في بيتهم بعيد عن بيتهم. حتى السلوجن بتاعنا يعني هوم اواي فروم هوم، يعني بيتك بعيد عن بيتك، بحيث انهم يقعدوا في مكان اكنهم في بيتهم بالظبط. الفيو بتاعهم فيو حلو قدامهم، يسمعوا موسيقى هاديه تريح اعصابهم. عاوزين بقى يعملوا شغلهم، عايزين يقعدوا مع اصحابهم يبقوا مبسوطين بالاجواء اللي حواليهم، حبوا ياكلوا ياكلوا اكل زي اللي بيتقدم في بيتهم باحسن كواليتي موجوده. يعني احنا بنستخدم اجود خامات، اللي يعني اللحمه عندنا ما فيش احسن انواع اللحوم، مش مستورده. انتوا بتقدموا ايه؟ انا شايفه فته وفطير، يعني حاجات متنوعه، وكمان المكرونه. يعني بتقدموا ايه انواع؟ هل متخصصين في نوع معين ولا المطعم اصلا غربي؟ غربي غربي، بس احنا بنتميز بقى عن المطاعم الغربية بان احنا عندنا جزء شرقي صغير كده بيقدم بقى الفطير الشرقي بتاعنا. فطير مشرقي ابو سمنه بلدي بقى. ابو سمنه بلدي بالظبط كده. لكن واحنا طبعا في رمضان عاملين طبعا غربي مع شرقي، على اساس طبعا ان الناس بتحب في رمضان اللي هو الاكل الشرقي بتاعنا اللي تفطر بيه، فتة بقى، كباب حلة، اللي هو الاكل بتاعنا، المشاوي، اللي هي الحاجات اللي احنا بقى هنروح. وهينضم الينا الاستاذ ياسر ابراهيم مدير المكان عشان يكلمنا بالتفصيل عن كل الحاجات دي. خلاص اوكي. ميرسي ميرسي جدا. عملنا لك شويه فول وطعميه يشد جوعك، ولو ليك في التقيل هنروق عليك بشويه كبده وسجق تاكل صوابعك وراهم. في هنجاوت مصر الجديده تحت كوبري الجلاء امام بريد الحريه. الاستاذ ياسر ابراهيم مدير مطعم 100 ديجريز، قول لي انتوا لكم فرع واحد ولا لكم عدد من الفروع؟ لا احنا حضرتك فرعين، فرع في التجمع الخامس في بارك مول، وفرع تاني في مصر الجديده في شارع الجلاء. طب قول لي ايه استعداداتكم رمضان؟ اصناف جديده؟ احنا حضرتك عاملين اصناف جديده شرقي وغربي متناول للجميع، بين الشرقي والغربي بنعمل على حسب رغبه العملاء. تمام. في بعض بيستحب الاكل الغربي وفي بعض بيستحب الاكل الشرقي. تمام. بلس اللي احنا عاملين منيو متكامل في رمضان، وعاملين الويلكم درينك لرمضان ده فول فري للعملاء. تمام. مع الحلويات الشرقيه، مع المحاشي المشكله، غير ده مع الاكل الشرقي. تمام. وعاملين طبعا ثلاث اطباق للاكل الغربي. دي الاستعدادات اللي انتوا عاملينها لرمضان مش كده؟ طبعا. طب ده كمنيو. لكن احنا عاملين ديزاين في المطعم، تحس حضرتك اللي انت عايشه في اجواء الحسين، بس عاملينها في التجمع مش في الحسين.
يعني عاملين شكل في الديكور، شكل في الديكور اكنك حضرتك بالظبط في الحسين، زينه رمضان بالفوانيس بالشغل رمضان اللي هو بتاع زمان اللي احنا مفتقدينه، حضرتك هتلاقيه طبعا ده في التجمع الخامس. طب لو ناس مثلا او شركات او كده بيفطروا في اماكن شغلهم، هل انتوا عندكم طبعا متاح؟ احنا عاملين دي طبعا مع بعض الشركات تمام، في متناول جميع الشركات بمنيو مختلف اللي هو الاورينتال والغربي باسعار مخفضه للشركات طبعا. وبتتاخروا عليهم على الفطار ولا بتروحوا لا معاك؟ طبعا لا طبعا بنبقى واخدين الديل قبلها طبعا بكام يوم، مش في نفس اليوم عشان نلحق نجهز اكلهم طبعا في وقت الفطار. والله انتوا جوعتوني وفيها هي عينات للاكل. بما اني بحب الحاجات الحلوه فانا هدوق حاجه من الحاجات الحلوه دي. ايه؟ طب اوصف لي كده. دي حضرتك الفطيره بتاع 100 ديجريز، دي الفطيره الحلوه دي مش هتلاقيها في اي مكان. دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن حضرتك عن كاستر وعن حلويات شرقيه جواها وفروت وعسل ومعموله بالسمنه البلدي. السمنه البلدي طبعا فعلا لازم تتداق. تحفة بجد، حلوة جدا. اكيد احنا الاكل بتاعنا كله بنعمله باجود الخامات، مش هتلاقيها في اي مكان. احنا كمان مميزين، احنا انترناشونال فود يعني ايطالي ومكسيكي وامريكان. في حتة احنا مميزين فيها ممكن ما تلاقيهاش في المطاعم الانترناشونال اللي هي الفطير الشرقي. دي عملنا الفرن قدام العملاء، بيتعمل اوردر باي اوردر قدام العملاء، فما تلاقيهاش كتير في المطاعم. فدي احنا مميزين على كوك يعني في ساعتها. ساعتها على كوك ساعتها. دي احنا مميزين بها جدا، مش هتلاقيها في اي مطعم انترنت. اشهر اكله بقى انتم متميزين بها ايه؟ كل الاكل. كل الاكل؟ كل الاكل. يعني مفيش حاجه. كل الاكل وعن ثقه. طب ما الفطيره دي حاجه مختلفه خالص. دي مش هتلاقيها في اي مكان شغال انترناشونال. دي ناس كتير بتحب الديزرت اللي هو المعتاد اللي هو معروف مالتون تشيز براوني. لا دي حاجه جديده بلس الحاجات اللي هي الغربي اللي هي عندنا. طب الناس بقى بتطلب اكتر الاكلات الغربيه ولا الشرقيه؟ الاثنين. يعني انا مميز جدا بالغربي، لكن المنيو الشرقي ده انا مدخله ايتمات بس في رمضان، لكن الفطير الشرقي دوت ده اوريدي اكتر مبيعات عندي. لكن الاكلات الشرقيه موجوده عندك على طول، والبلس الحاجات الغربي. هو دي ايه؟ دي فطيره ميكس تشيز. دي طيب اكيد بسبب الظروف اللي احنا فيها والكورونا عندكم اجراءات احترازيه معينه؟ طبعا احنا طبعا عندنا جهاز قياس الحراره من اول العميل من بدايه شيفت مورنينج للستاف لحد دخول العميل. عاملين قوه الشغل 50%، الترابيزات متباعده عن بعض، كل ترابيزه حضرتك فيها السانيتايزر بتاعها الخاصه بالعميل بلس الماسكات للكباتن والطرات اللي عندي. هاند كلوبز، كله ماسك شغال بهاند كلوبز. ده بقى ده البرام اللي شكله حلو قوي ده، ده اتكلمنا عليه. دي فتت موزه، دي مش عندي في المنيو بس انا عاملها حضرتك اوبشن في رمضان بلس الميكس جريل وعامل سوري عيد تاني. اقول على طول فتت. تمام، عامل دي حضرتك فتت موزه، دي هتبقى منيو في رمضان تمام، مع المقبلات الشرقيه اللي هي المحاشي المشكله تمام، بلس الحلويات الشرقيه اللي هي بعد الفطار مع رمضان مشروب رمضان. يعني عامل منيو خاص لرمضان؟ طبعا. عامل انا شكل كذا شكل ولا هو افرض ناس ما بتحبش اللحمه بتحب حاجه ثانيه؟ عامل عامل ايه يعني؟ عامل مثلا كوجبه مثلا نص فرخه مع رز بالشعريه مع ملوخيه. حلوه دي. طب ما فيش نص فرخه مع مكرونه عشان الناس اللي بيحبوا المكرونه؟ ما ده على حسب اختياري العميل يعني. انا ما بحكمش العميل باوردر. يعني انت بتقول له هو عايز مكرونه عايز رز يعني بالظبط مع الثلاث وجبات الغرب برضو السوسيت شويز السايد ديش شويز، مش راغب العميل بحاجه معينه. طب هو في رمضان طبعا لما يجي واحد داخل في ريستوران بيبقى عايز ساعة المدفع بالظبط الاكل يبقى مظبوط، ازاي بتستعدوا ان انتوا لسه واخد الاوردر مثلا قبليها بربع ساعة ولا 10 دقايق ان انت تبقى حاجتك جاهزة؟ انا ممكن انزله في الاول طبعا، هينزل طبعا الويلكم درينك اللي هو مشروب رمضان اذا كان صوبيا او تمر هندي ايا كان هو. لا المدفع ضرب هيشرب صوبيا وتمر هندي ولا شوربة مثلا؟ لا لا ما ممكن انا هقول لسه الناس كامل في حركة الشوربة يعني الويلكم درينك الاول اللي هو بتاع مشروب رمضان بلس بعد كده بنزل له السوب اللي عندي. انا عامل نوعين سوب، تشيكن ومشروم ولسان عصفور. ده بيحل بقى الوقت. ده بيحل الوقت معايا
لارضاء العميل، بلس انا بديله تايم اكتر على حسب تشغيلي. عارف ليه بسألك؟ لأن الواحد لما بيروح يفطر بره دايما الحاجات بتتأخر ويبتدي ياكل في السلطات والعيش فيشبع عمال ما يجي المين كورس بقى الأكلة الأساسية. لا أنا بستفز الأول السوب. السوب يعني الدرينك وبعد كده السوب. طب يشمعنا يعني حبيت إن أنت تشتغل في الأكل؟ بتحب الأكل؟ بتتذوق الأكل؟ طبعا 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 أي أوردر أنا بحب أعمل عليه تيست طبعا. لان انا طبعا خريج مطاعم يعني اشتغلت في اماكن كتير في مطاعم بره مصر وجوه مصر فعندك سبيل يعني كويس بتدي ملحوظات للشيف مثلا ان لا هنا زود الملح هنا طبعا هو شغال في البريب انا بعمل تيست بدي الكومبلين فيه لو في مشكله في الاكل طبعا قبل ما تطلع العميل يعني بنبعد عن اي مشكله تحصل للعميل اثناء السيرفيس بتاع الفود بتاعه. طب عايزين نشوف الفيديو بتاعكم بقى. طبعا احنا بنشكرك جدا جدا على اللقاء الحلو ده ونعيش بقى مع الفيديو والاكلات الحلوه بتاعتكم وهي بجد ريحتها تجنن واكيد والطعم كمان هنا تحفه جدا. بالهنا والشفا لحضرتك. ميرسي بنشكرك جدا. العفو نورتنا. العفو. كل سنه وانتم طيبين وبخير ورمضان كريم عليكم. النهارده هي اخر حلقه قبل رمضان ما يبتدي إن شاء الله، وفي آخر حلقة بقول لكم أنا سعدت جدا معاكم كل الفترة اللي فاتت وحنلتقي إن شاء الله بعد رمضان في حلقات جديدة، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم وتكون عجبتكم الفقرات وندخل رمضان بنفس راضية وبنفس سعيدة ونعمل خير قد ما نقدر. والله البسمة في وش الآخر خير، السلام بس خير. الخير مش لازم بحاجات مادية، اللي يقدر يعمل حاجات مادية ملموسة يعملها، لكن الخير بالسؤال على الآخرين، الخير بكل حاجة بسيطة بكل كلمة حلوة. ولا إيه رأيك يا عم بحر؟ طبعا يا بسيوني، والله العظيم الواحد بيفرح لما بيشوف خير بيتعمل. طب قول للناس كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا جميعا. هتعمل ايه في رمضان؟ بتصوم ولا لا يا عم بحر؟ ولا بصوم طبعا، بس انا مهم جدا ان انا اجيب الفانوس. اهو فانوسين اهم بحالهم. انا عايزك انت تجيب لي فانوس. حاضر من عينيا. احنا نزلنا ورحنا جبنا فوانيس بس انا لسه ما اديتلوش الفانوس بتاعه. وكل سنه وانتم طيبين ونشوفكم بخير وباي باي. باي باي. كل سنه وانتم طيبين.